فريق العمل، تحية إلى مشاهدي تلفزيون لبنان بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة مع وليد عبود. ما الخطوة الأولى المطلوبة؟ انتخاب رئيس للجمهورية أم وقف إطلاق النار؟ الأمران ملحان وضروريان، ولكن الأجواء الداخلية والخارجية تشي بأن لا هذا ولا ذاك سيتحقق قريبا. فهل رئيس مجلس النواب نبيه بري ماض حقا في بلورة تصور ما؟ ولماذا الغموض يلف خطواته؟ وهل نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم جمد مبادرة بري أمس بحديثه عن وقف لإطلاق النار بلا شروط مسبقة أو مقاومة حتى النهاية؟ بحسب تقاطع المعلومات، الرئاسة ووقف إطلاق النار مجمدان بانتظار تبيان ماهية الرد الإسرائيلي على إيران ليبنى على الشيء مقتضاه. في الأثناء الجمهورية معطلة، فيما آلة القتل والتهجير تعمل بكامل طاقتها وتلاحق النازحين في كل لبنان باعتبارهم بيئة حاضنة. أما رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فيفاخر بأنه يستطيع أن يضرب في كل مكان، ويتفاخر بأنه مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو القرن 21، وأنه يعيد رسم الشرق الأوسط من جديد. ملفات الساعة نناقشها الليلة مع النائبة بولا يعقوبيان، ومن خارج استوديو مداخلتان مع الخبير العسكري العميد خليل الحلو والمحلل السياسي الأستاذ نضال السبع. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. أول شيء لها الغياب الطويل عن الإعلام، ما عم بطلعوني لا لا ما بعرف، لأنه سألت يعني بس حكينا على التليفون قلت لي ما عم بطلعوني بس ايه. ما حد يعني ما في فيتو عليك إن شاء الله، بس لكن ما بعرف يمكن ما في اهتمام بأي شيء منقوله، بس لا كان ولافت بعتقد لسنة لليل ولنهار ولا بأي وقت. على كل حال أنا بدي أقول لك أستاذ وليد، مش قليل واحد يرجع يفوت على تلفزيون لبنان ويلاقي ورشة جديدة. صحيح. ومش قليل برنامجك كمان، يعني قدي عم بيوصل قدي عم بينحضر، فبقول لك تهانينا. ماسي، على كل حال هو بعهد الوزير يعني مثل ما شفتي نحن بالطابق تحت الأرض انه كله نفض وكله في شيء جديد. صحيح. وكله كمان فيها استوديو الجديد. صحيح. كله سوا. صحيح. بدنا نبلش بالوضع. تلفزيون يعني تلفزيون شرعية. تلفزيون الوطن. هو الوحيد التلفزيون العام. طبعا. طبعا. على كل حال يعني يا ريت الصورة بالوطن مثل صورة تلفزيون الوطن. يعني للأسف إنه الصورة برا هي صورة اليوم خصوصا كتير سيئة. إن شاء الله مرجع له الاعتبار. إن شاء الله. يعني شفنا هالمجزرة اللي حصلت بالنبطية، كمان شفنا هالمشاهد السينمائية المؤلمة للأسف يعني. صحيح. بمحيبيب. بالتالي برأيك شو يلي بعد يمكن انه يردع إسرائيل؟ يعني جرف هيك منطقة بكاملها بهذا الشكل، الاستمرار بالدمار والسحل وكل شيء، إسرائيل ما في شيء بيردعها يعني. ونحن مش قدر يعني، لا أمريكا مش قدرت تردع إسرائيل، والكل عم بيسمع اليوم وعم بيقرأ التقارير الأمريكية اللي بتحكي عن جاهية وصلف وطريقة مخاطبة نتنياهو لأمريكا. يعني اليوم شرشحوا الولايات المتحدة وهيبتها الإسرائيلية مثل ما حدا بالتاريخ قام بذلك، وهذا حليف. يعني يطلع ذكروني بمعمر القذافي كان يطلع يقول لهم طز في أمريكا. نفذ نتنياهو، نفذ عمليا، هيدا اللي عم بيعمله يعني. وهيدا يعتبر انه امريكا كلها عم تتجند وبتجيب له اساطيل وبالاخر وامبارح جبت له نظام دفاع جديد يعني. صد. صحيح. يعني عطيته انه نظام دفاع. صحيح. جديد. صحيح. رجع اليوم عم بيقول انا لن التزم. لن يلتزم، خاصة انه بيعرف في اسابيع قليلة وقد يكون هنالك ادارة جديدة، ولا شك انه يريد هذه الادارة الجديدة ان تكون برئاسة ترامب. أكثر شخصين بالعالم بدهم ترامب هن بوتين ونتنياهو، ونتنياهو بعد أكثر من بوتين، هذا شيء واضح. فهذه الإدارة قاعدة عم تركض تقدم له كل شيء ممكن وتقول له دخيلك بلا حرب شاملة اليوم، ممكن تعلي أسعار النفط، ممكن تغير خيرايط وتحرق معها حظوظ كاملا هارس. صحيح. بالوصول. ففي كثير تدخلات وتعقيدات في هذه الحرب، وتوقيتها خبيث جدا. توقيتها خبيث جدا. اليوم ما عندك اصلا اداره امريكيه، هي اصلا هيدي اداره كثير ضعيفه،
واي اداره قد ما قويه باخر ايام بتصير اداره ضعيفه بتصير كامبينينج فواضح اللي عم بيصير اليوم خطير مطلق اليد والصلاحيات. اوروبا كمان بمحل ما مزعوره مش عارفه شو بدها تعمل. فاسرائيل متروكه تعمل اللي بدها اياه. الهبه العالميه والراي العام اللي انخلق بعد مجازر غزه وبعد الصور البشعه وبعد كل اللي صار منا شايفينه اليوم لا بنفس الطريقه ولا حتى لو باقل الدرجات مش موجود على صعيد المجازر بلبنان. كان في لوبي فلسطيني بشكل او باخر كان يحرك يعني. لا لا لك شغله كمان اكثر من هيك كان في اكتشفوا القضيه الفلسطينيه يعني صار عم بيسال شاب صغير من جنريشن صغيره اجيال صاعده هاي فلسطين صاروا عم بينبشوا ويسالوا ويطرحوا اسئله وهؤلاء ربيوا فعلا على حقوق الانسان على قيم معينه لو السياسه ما بتنفذهم بس هو اللي بيدرسون بالمدارس صحيح. وبالجامعة وبيسمعون من السياسيين بيسمعون كل الوقت مشبعين بذلك صار عندهم صدمه حضاريه انه هيدي هي اسرائيل اللي الحضاريه اللي بتحكوا عنها الديمقراطيه الوحيده بتتغنوا فيها وغيرها. فلذلك بقول لك صار في رده فعل رجعت عيشت القضية الفلسطينية أحيت إذا بدك ما هو هذا الصراع. وبعدين بلشت جبهة الإسناد بعدين دخل نتنياهو إلى لبنان بعملية البيجرز بعدين توكيو ووكس بعدين اغتيال القيادات هون حديث طويل لا لا هون انحرفت كل الأنظار عن القضية الفلسطينية للأسف وصار التركيز أنه نتنياهو يقاتل إيران وأزرع إيران وحرب إيديولوجية وهؤلاء توراتيين ايديولوجيين وهؤلاء اسلام سياسي. يعني اول شيء اليوم لما يشوفوا المقاومه الاسلاميه تضرب كذا والمقاومه الاسلاميه مش نفس حماس مقاومه اسلاميه اكثر من حزب الله بس ما بتعلم بس كانت انه تقول حماس كانت حركه حماس كانت الصوره الفلسطيني اللي عم بجرب يستعيد شيء من كرامته وحياته وحريته بارضه اللي مهجر منها مرات ومرات بينما هون الصراع أخذ أبعاد مختلفة وللأسف ألف مرة للأسف رجع نتنياهو رمم جزء من صورته وصار يخبر الغرب أني أنا عم بقاتل عن هذا الغرب كله أنا عم بقاتل كرمالكم كلكم. طب خليني بلش معك من بداية خصوصا أنه هالفترة كلها ما شفناك يعني وما حكينا بهالمواضيع حكيتي عن حرب الإسناد وهي البداية هون بالنسبة إلى لبنان. يعني بسبعة أكتوبر شفنا أنه طوفان الأقصى بثمانية أكتوبر أعلن السيد حسن نصر الله حرب الإسناد أو أعلن حزب الله الحقيقة أنه لمزيد من الدقة. طيب حرب الإسناد برأيك اليوم بعد هالابتعاد الزمن يعني بعد سنة وكذا يوم عنه هل كانت خطأ ارتكبه حزب الله؟ خليني أقول لك أنا بثمانية أكتوبر كنت على الهواء مع الزميل رمز القاضي بثمانية أكتوبر تاني نهار على الجديد وكنا عم نحكي أنه كان هيدا كلامي واضح وبعده موجود لبنان لا يحتمل الحرب ولا يستطيع دخول بوقتها قلت أكيد بثمانية تشرين الأول طبعا كنا عم نقول وعم ننبه كان بعد ما بلشت حملة لا نريد الحرب ولبنان لا يريد الحرب كنا بعدنا يعني عم نشوف شو بعد صار بالإعلان. بعدنا تحت الصدمة بعدنا مش فهمانين شو صار تحت النشوة كمان بس نشوة طوفان الأقصى اللي ما حدا كان بتوقعه ما حدا كان بتوقع هيك عملية إنها بتصير أو بتنجح فلذلك بقول لك من ساعتها كنا عم نقول حالة لبنان اليوم غير لبنان قبل لبنان بالأرض بالحضيض اقتصاديا اجتماعيا من كل النواحي ولا يحتمل أبدا أنه اليوم وحدة الساحات أو غيرها ما كان بعد في إسناد ما كانت بعد خلقت إذا بدك الكلمة والإنالة كيف بدنا نعملها التغليف الإعلامي اللازم كنا عم نقول ما بنحمل ما بنقدر أنت أول شيء بتهيئ مجتمعك بتهيئ الداخل أنه يكون قادر يصمد قادر ما بتفوت على حرب أنت ما عندك شيء من مقوماتها بس هو فات بس أنه حزب الله فات فيها بقدر معين يعني حرب إسناد لدعم غزة وضمن قواعد اشتباك محددة ومعينة بس كل والتزم فيها هذه القواعد كل الوقت عندك خوف من الانزلاق بمطرح ما ومن الحسابات الخاطئة طيب نتنياهو اليوم لحد هلأ ما قدر يحقق أهدافه بغزة نسى العالم غزة نسى الفشل بغزة وجاي اليوم يخبر شوفوا أنا شو عملت بلبنان وشوفوا عم بحكيك من وجهة نظر اليوم إسرائيلية ومن وجهة نظر أحيانا غربية وحتى ربما بعض اللبنانيين أنه أنا قدرت حقق شيء وبطريقة سريعة جدا وكمان بطريقة صادمة لكتار منا
كان في إنجاز استخباراتي، بينما كان الحكي كله في قطاع غزة على الفشل الاستخباراتي. كل كان عم بيسأل وين هالاستخبارات، انه كيف صادت العملية بسبعة وساعات لتحركوا وساعات، يعني كانت عملية مذلة لإسرائيل، لصورة إسرائيل. قدر للأسف رجع يرمم ذلك. طب هون بتقول وين، شو الغلط اللي صار؟ في اكيد خطا بالحسابات صار. هلا يمكن مش وقت نقعد ننبش ونحكي شو، بس انه النتيجه بتاكد لك في شيء غلط بالاكواسيون. ما بدها اثنين يعني. هل خطا بالمعادله لانه اسرائيل تغيرت؟ يعني البعض بيقول انه يمكن كان بوقتها التصور انه الحرب تستمر اسبوع او اسبوعين، ودائما هيك يعني اسرائيل لا تحتمل حرب طويله، وانما هذه المره وخلافا لكل التوقعات انه اسرائيل عملت حرب طويله الامد. يعني هلا فتحت السنه الثانيه هون بلبنان. صحيح، ممكن يكون هذا جزء من الحساب الخاطئ، بس انا بمحل ما صار في اكثر من فرصه لاقول اديت واجبي، اديت قصتي الى العلا، خاصه لما تشوف المرشد الأعلى ويحكي عن التراجع التكتيكي ويحكي عن الصبر الاستراتيجي. طب إذا أنا الهام بيجي من إيران، طب ما عم بسمعهم هو لأستلهم ولأقول أنه لازم اليوم يكون عندي صبر استراتيجي مش فاتح جبهة، ولازم أعمل يمكن تراجع تكتيكي مش اسمح بأرض محروقة وبدمار وبكل ذلك. ما هيدول إلهم معاني. لما بسمع بتنضرب سوريا كل يوم بيطلع بيقلك منرد بالزمان والمكان المناسبين، هي نحن دائما مناسبه عنا انه نرد ونعمل وعنتريات وغيرها. يعني هالقد قويه نحن. طيب تنرجع كمان الى قرار حرب الاسنان، البعض بيقولوا انه هذا القرار بايحاء ايراني، البعض بيقول لا انما كان قرار الشهيد السيد حسن نصر الله انطلاقا لانه هو كان عنده هامش قرار ضمن محور الممانعة. بدك كان يحلل ولا المعلومات ما عندي، بس أكيد مثلك سامعة وجهتين نظر. هلأ اللي بيعرف منيح وضعية السيد حسن نصر الله ضمن القرار الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة العربية، بيعرف أنه هو صاحب قرار decision maker، مش أنه مثلا شخص بيعطوه أوامر بيقولوله عمول هيك، افتح جبهة سكر جبهة. يمكن المرة الوحيدة المكان بده يروح إلى حرب وربما أرغم عليها كانت بسوريا. لأنه أنا بتذكر كتير منيح كان عم بيبرر لساعات ليش دخلنا إلى طفيل، وأنه هيدي منطقة حدودية يسكنها 30,000 شيعي، مذكر يمكن أكثر مني هذا الكلام. بعدين صرنا بإدلب وبحما وين ما كان. هيدا بيقلك هيدا ممكن يكون مؤشر أنه لم يكن يريد الدخول هالقد والذهاب بعيدا، ربما عم بحكي بحرب سورية. بحرب سورية بس. ولكن فيما يخص جبهة الإسناد، فيما يخص الحرب اللي صارت بين اليمن وبعض الدول العربية، يقال أنه كان قراره هو الحاسم. يعني كان في أكثر من وجهة نظر في مركز صناعة القرار الإيراني، وكان اللي بيقوله السيد حسن نصر الله كان فعلا هو اللي يلزم فيه الأخ، مش يلزم فيه الآخرين، تجنح الأمور إلى تبني وجهة نظره. وبعض بيعتبر أنه زبطت معه بموضوع الحوثيين واليمن، فصار أكثر وأكثر يسمع له، يعني الأضرار أكثر لأنه كان في توجس، كان في توجس إيراني من بدء أو من الاستكمال في هذه الجبهة، وكان رأيه أنه لا، حرب ممكن تؤدي إلى توسع النفوذ وإلى يعني كثير من المكتسبات الإيرانية، وأعطت مكتسبات إيرانية. يمكن الاتفاق السعودي الإيراني ما توقع أكيد لو ما كان في هذه الحرب. لذلك استاذ وليد كان عنده قرار وكان رأيه مسموع، وبهذا الموضوع يقال أنه أو إيران توحي أنه ما كان بدأ لا 7 أكتوبر وما كان مع خبر 7 أكتوبر يمكن أكيد. إيه، وأنه كمان لأنه يعني يقال أنه كان في مخطط لسبعة أكتوبر بس بعد سنة من 7 أكتوبر، وأنه بيكون بغزة وبلبنان وبعدة جبهات، يعني أنه تنفتح فرق مرة الجبهات ضد إسرائيل. مهم أنه ما تلا ذلك أيضا هنالك تملص إيراني كبير منه، بمعنى أنه بينحكى أحيانا مع بعض الإيرانيين بيقولوا لم نكن نعرف ولم نكن متحمسين ولم نكن محبذين لذلك. هل العبارة اللي استعملتيها تملص إيراني من الحزب شو يعني؟ مش من الحزب، من قرار فتح جبهة الإسناد من لبنان، وكله عم بقول لك بإطار التكهنات. ما عم بحكي شيء حدا أكيد منه.
فإيه في محاولة عند إيران أن تقول يمكن هلأ كمان الردع نفع مع إيران كتير أكثر من حزب الله. يعني اللي شافوا الإيراني بأكثر من ساحة وخاصة بغزة أدى إلى أنه إيران شفت التصاريح يوم نحن محبي السلام ونحن إخوة مع الأمريكيين وبعد شوي بتصير تطلع أنه هي عم بيسمعوا هون اللي بيخنقونا وبيشرعونا وكل الوقت. ففي خطاب إيراني واضح موجه إلى الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، موجه إلى إسرائيل أحيانا أنه نحن فيكم تتعايشوا معنا ونحن فينا نكون عنصر إيجابي في تقاسم النفوذ ربما في المنطقة. وهون انطلاقا من شو؟ خوفي على لبنان ويدفع الثمن لبنان مرة جديدة. تقاسم نفوذ حلو يعني هالعبادة، بس تقاسم نفوذ انطلاقا من شو؟ انطلاقا من التخلي عن الأذرع العسكرية وتعوا ساعتها نتفاهم على نظام إقليم جديد. بالعكس بيخلوا يمكن الأذرع العسكرية قد لا تبقى أذرع ربما غير عسكرية أو غير مسلحة، إنما أذرع بالنهاية بالآخر طبقة سياسية. ايه طبعا ولاء السياسي مش دايما ضروري يكون في حد ميليشيا ولا وخوفي أن يكون هذا إذا بدك الحلم اللي بيراود كتير من غير العرب أنه هيدي المنطقة العربية هيت بين نفوذ تركي ونفوذ إسرائيلي ونفوذ إيراني، وليش هو العرب؟ ليش؟ ولحد هلأ بتقلك أنا في صعوبة تلاقي وين البرنامج العربي وين المشروع العربي. ما في المشروع السعودي الإماراتي، يعني مشروع التنمية، مشروع اللي هو بخدمة الإنسان. بدنا نحسن أنا وياك على التفاهم اليوم لأنه هنالك مشاكل أيضا ما لا بمعزة كثير من الدول العربية. أنه عندما يقال أنه ما في أنه بس أنه في مشروع التنمية، ما هي يعني صار أكثر من أنه مشروع الدخول بحروب لا متنمية. لا لا مش ضروري الدخول بحروب، بس لازم يكون في مشروع عربي. يعني مشروع عربي قصدك جماعي أكيد. انه يكون في التقاء عربي اكيد. وما فيك تشيل مصر، مصر اليوم اللي صحيح. هي الدوله العربيه الكبرى، فبين مصر والسعوديه الامارات قطر كل الدول العربيه المغرب العربي، يعني ليش قطشين المغرب العربي نحن؟ هيدا مش لازم هيدي تكون القوه اليوم وتقدم هي اذا بدك المشروع البديل لتقاسم النفوذ ما بين هيدي ثلاث قوى الإقليمية اللي بتجي بتبلع كل شيء الأخضر واليابس. ومن هلأ بلشت الأحلام، عرفت كيف؟ إنه هول بيكونوا بالهوى الإسرائيلي وهؤلاء تحت ما بعرف الإمبراطورية العثمانية الجديدة وشلولك، عرفت كيف؟ رجعنا سنجق طرابلس وعكار قطشون وحطون بغير مطرة، كلها هيدي مقلقة كأفكار صعب اليوم إنها تتحقق. أنت منك بزمن اللي بيقرر كم واحد وبيمشي الكل، أنت اليوم ديناميكية أصعب إنك تجي تفرض خرائط جديدة وتغير تعمل سايكس بيكو مثل ما كنت عم ما عندك خوف؟ عندي خوف، بس رغم إنه بقلك صعب فيها كتير من النظرية المؤامراتية الغريبة، بس عم شوف على الأرض إنه في احتمال هيدي القوى توصل لديل معين ونصير نحن بالآخر نروح فرق عملة. نروح فرق عملة صحيح صحيح. هلا هو نتنياهو قال إنه عم يرسم شرق أوسط جديد، معقولة الشرق الأوسط جديد فقط بالأنظمة، فقط بالقوى الموجودة داخل حدود كل كيان اليوم، أو برأيك أنه إعادة رسم حدود الكيانات من جديد؟ لك بدي من عرف مزبوط ماذا يقصد بهذا الكلام، وبعتقد الالتباس أو تركه غامض مقصود ذلك، تكل واحد يفهم على ذوقه. الالتباس الخلاق صحيح. وللي بده يتعرق ويخاف ويرجف يرجف، واللي بده ينبسط بين سنين وكمان ينبسط، فعرفت كيف كيف ما بدك تاخدها. بس انه هيدا ايام كوندوليزا رايس كان في محاولات واكثر من محاولة. اليوم في عندك مثل ما قلنا الدول الخليجية عندها ازدهار استقرار صحيح. كبير بأنظمتها، مرتاحة على وضعها، شعوبها عندها الرخاء، ما عندها أي مشاكل داخلية فيها تكون فيها تلعب دور كبير بعدم السماح بالمس اليوم بهيدي الدول الموجودة واللي انخلقت. وبغض النظر إذا أنت قومي عربي ولا أنت أممي عالمي ولا أنت لبناني، بغض النظر اليوم هيدا اللي عنا إياه، لازم نشوف كيف بدنا نحافظ على الموجود، كيف بدنا نرجع نبني دولة وقانون ومؤسسات
مطرح حقيقي بيحمي كل الناس ومواطنة، لأنه هيدا نحن بالنسبة لنا خلاصنا، وهيدا كمان خلاص المصري والسوري والأردني. يعني مين بده يروح هلأ بعد بأحلام جديدة؟ عند غزو العراق كمان بلشت تطلع نظريات من هذا النوع، وتبين أنه منه موضوع سهل، منه موضوع سهل. لو ما كان عندهم العرب، منه موضوع سهل تغيير الخرائط، ولو ما في عند العرب الحس القومي قوي، الحس الديني أكبر، أقوى. لأنه هيدا الغزو، أنت اليوم بتشرب وبتاكل وبتنام وكل شيء شو طائفية ومذهبية، أكان بلبنان أكان بالعراق أكان بكل الدول، رغم أنه بعض الدول عم بتقاتل ذلك، بس أكتر دولة كانت تعبر إذا بدك عن العروبة كانت سوريا. سوريا اليوم شو؟ كانتونات مذهبية وطائفية، وأكتر بلد ممكن يصدر ذلك إلى العالم، خاصة بعد الحرب اللي قطعت فيها. فما في محل اليوم تجي تقول لإيديولوجيات جديدة لأفكار جديدة، يجب خلقها، ويجب كمان إعادة الاعتبار وإعادة النظر بأهمية الرخاء، الاستقرار، الحياة الهادئة الرايقة. يعني كله بده يعمل كل الحياة حلو، كله بده يعمل مشاريع استعمارية وكبيرة، وكله بده يعمل زعامات عابرة للمذاهب والطوايف، وكله بده يعربش على هالناس. يعني اليوم زمن مختلف كمان، اليوم مهم، اليوم زمن التكنولوجيا وكل ذلك. ما في ولا حدا من الجيل الجديد بده يطلع بفيجر كبيرة أكبر منه، بده مسؤول بيشبهه وقت اللي يغلط يعمل له قتل، يعمل له قتل ويبعته على بيته ويغيره. فنحن ماشيين شوي عكس التاريخ بهالمسائل. ومن هيك اليوم كان عندكم هالجلسة أو صدر بيان عنك وعن النواب فراس حمدان، ملحم خلف، إبراهيم نايمني، نجاة صليبة، وياسين ياسين، عم بتطالبوا طبعا أدمتوا استهداف النبطية طبعا، بس أنه طلبتوا كمان الرئيس نبيه بري بالدعوة فورا إلى جلسة الانتخاب رئيس. هل بظل هالوضع يلي عم نعيش كلنا سوا نتائجه وتدعيته، هل احتمالات الخرق الرئاسي واقعية برأيك؟ طيب يعني إذا بدنا نتواضع شوي، نحن كنواب شو فينا نعمل اليوم؟ وهيدا منه موضوع تفصيلي أو صغير، مسألة انتخاب رئيس بعد كل هذا الفراغ. أنت اليوم عم ترجع تبعت مسج للعالم كله أنه هيدا البلد مع الحرب، مع الدمار، مع كل شيء عم بيصير، راحوا نواب وحكموا ضميرهم وعبوا المركز الأول، وعاد أعادوا الرأس لهذه الجمهورية، مقطوعة الرأس، ليقدر يرجع يقوم بأكبر حملة دبلوماسية بالعالم، لترجع الناس تطلع فينا إذا بدنا نوقف اليوم. كله بيقول لك وقف إطلاق النار أولا، أنا معك خيي، بس قل لي كيف. أنت ضد؟ كل الناس معك أكيد، بس ما قل لي كيف. يعني معروف أنه في شروط، وأنك بدك شروط إسرائيلية أكيد، واليوم قال هلأ نتنياهو طبيعي، يعني قال أنه بده ينبحث أو تجرى المفاوضات تحت النار، هاي بده تصير. بده يعمل وقف إطلاق النار تحت النار كمان، أنا هيدي ما كتير فهمتها، بس أنه بكل الأحوال هو عم بيحكي عن شروط مفاوضات، يعني صحيح، بس أنه بده يحصل على اللي بده إياه، أنه تحت ضغط النار، هيدا اللي لا واضح طبعا. ما هو الواحد ليش بيستعمل حديد والنار ليوصل لما إنه كيف عم نطالب بوقف إطلاق النار هيك بالمطلق؟ أما هي هي أنه اليوم أنت في مطالبة بوقف إطلاق النار من دون ما يكون في يخبروني كيف بنعمل. يعني أنا كمان طلبت بوقف إطلاق النار، شو هذا الطبيعي؟ نحن عم نقول وقفوا هالمجزرة بحق لبنان، وقفوا الحديد والنار، صحيح، وقفوا القتل. بس اليوم قل لي شو تأثيري أنا وإنت بهيدا الموضوع؟ قبل ما نرجع هون على انتخاب الرئيس، بدي أسألك، البعض عم بيقول إنه ما عم بيكون في استراتيجية لبنانية، استراتيجية وطنية، خلينا نقول استراتيجية من الدولة الموجودة، إنه واضحة للوصول إلى وقف إطلاق النار، للوصول إلى تحقيق، يعني انه مفاوضات بيستعيدوا تجربة الرئيس فؤاد السنيورة، بيقول له انه كان في دينامية اقوى بسنة 2006 طبعاً، وكان في استراتيجية اوضح، كان في دبلوماسية عم تشتغل ليل نهار على هذا الموضوع. اليوم انت عندك حكومة اصلا مستقيلة، وزراء كله تعبان، يعني حالته بيسير هيك اذا بدك شويه، انه تصريف اعمال، يعني وفار تصريف على أعمال. على على انجا له جلاده كل واحد مع مشاكل وزياده عن مع قله مصاري بوزاراتهم، ما عندك رئيس جمهوريه، مجلس نيابي مسكر، طب مين في بهالبلد، مين عم بديروا هالبلد؟ فهون ايه السؤال الحقيقي المنطقي، ليه ما عم بتروحوا تنتخبوا رئيس؟ مش ليه بدكم رئيس؟ هيدا المدخل الاساسي لترجع تكون اليوم سلطه جديده، بعد الرئيس في حكومه وفي فريق عمل وزاري جديد، بس عندنا ترف الوقت هالقد ننتخب رئيس ما ليش ونعمل استشارات نيابيه لكن عندنا ترف البقاء بالفراغ،
هيدا الفراغ اللي قاتل. بعدين هاي شو بدها وقت اليوم اللي طب انا اليوم نايبه انا شو بشتغل؟ انا لو ما بشتغل اغاثه مثلا عن جد شو بعمل؟ نحن ما بنشرع هلا، ما في اجتماعات لجان، بنروح على البرلمان اجتمعنا بعض الكتل مع بعض كذا تشاور بس لو بيأدي لوين يعني بصراحه، بس حدا يقول لي يعني كل واحد شايف حاله سوبر. بس مين سمعنا؟ مين قرينا؟ مين شايفنا؟ مش بس نحن، حتى اللي اليوم بايده القرار مين شايفه؟ اليوم البلد باداره ايرانيه مباشره، الحرب باداره ايرانيه مباشره، من دون اي من اللي كان عنده يا سيد حسن نصر الله من اذا بدك هيدا البعد اللبناني الهامش او البعد اللبناني بالقرار. اليوم كل القيادات صفيت، مش بس السيد حسن. بس لا قلتي القضاء اليوم ايراني، لانه واضح هذا الشيء مبين من 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 كل التصرف. طلعوا التريو نبيه بري وقت اللي اجتمعوا اعلنوا نجيب مئاتي هو لجزء كبير من القرار. هو القرار كله اليوم اذا بدك مين عم بيقرر اليوم كل شيء بالبلد؟ يعني نبيه بري اذا بدك، وبيقسم الادوار على اصدقائه وحلفائه وبيعطيهم بعض الادوار بيقول لهم شو يعملوا شو ما يعملوا. بس مع ذلك انه طلع من بعد بين عينتين طلع قال رئيس توافقت، اجى لعنده الايراني شو عمل؟ قال له ما في رئيس توافق. سليمان فرنجي اللي البعض خاصه الفرنسيين كان متوقع انه رح يطلع يقول انا انسحب في هذه اللحظه الكذا، طلع قال انا مكمل ودعمني. في تغيير ما صار، اعتقد البعض انه بيقدر يزمت بلحظه قرار لبناني. الايراني كان سريع التحرك ويقول انا هنا والامر لي. وللاسف نحن اليوم بهيدي المعضله وبهيدي المشكله. كمان اسرائيل بتقعد بتصير تدرس كتير منيح وبتزين بميزان الجوهرجي كيف تضرب ايران، بينما بلبنان منشيل الجبل منحجرف تله منجرف كذا ارض محروقه ما في مين يقول لهم وينكم. صحيح. ما في. طب اليوم انا وانت كنا بنتوقع يصير اذا بدك هذه الضربات المتتاليه لحزب الله وايران ما تعمل شيء ولا 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 تولع جبهه الجولان ولا يصير شيء بملا مطرح بالعالم. يا عمي هولي راحوا قتلوا مع نظام بشار الاسد. هلا بفهم الانظمه بتحفظ راسها وبينتبه على حكمه وعلى بقائه، بس كتير هالقد كتير ما بتقطع بولا. هل اصبح برايك هون ما دام وصلنا، هل اصبح الرئيس بشار الاسد بمكان اخر بمعسكر اخر؟ بعد انا بعتقد اليوم هو مترقب بده يشوف الامور كيف بدها تروح. ناطر لاطي قاعد وناطر، واذا اضطر الى موقف بيطلع لك موقف كلامي. ايه طبعا موقف، ايه طبعا. لا زهره صوتيه فقط لا غير، ما في شيء ثاني ما في شيء ثاني. بس هلا مؤيدو سوريا بيقولوا انه شو طالبين منها؟ لا هي بعد عندها هذه القدره. ليش نحن عندنا قدره؟ مع مين؟ بشو عم تقارن؟ لا سوريا بعدها دوله وعندها جيش، ما في شيء، ما في ضربه كف يا زلمه. اروق ايام بالعالم. عم تسمع بشيء عم بيصير؟ لا اكيد لا. طيب يعني ما في شيء، ما في شيء، في صمت مخيف ومتروكين لمصيرنا، وما حدا دمر لبنان يا دعانه يا حرام وخلص. هالقد حجم الموضوع. وبيجي كتير من الدول العربية بيقولوا لك يوم طب ما كنا عم نقلكم، طب عم نقلكم 1701 عم نقلكم كذا. ايه هوكستين في قلنا انه كنت عم قلكم، قلت لكم اكتر واحد في يقول قلت لكم راح واجا كذا وراح، وكل ما يحكي يقولوا له عم بيهول وسيرى وسوف نفعل ومدري شو. طيب هلا مش وقت يمكن هذا الكلام وهذه الحسابات. بس في ناس كمان لازم تسمع ليه وصلنا لهون. مش دائما نحن فقط ضحيه ومظلومين، نحن ضحيه ومظلومين لانه ما كنا قادرين ولا شكل من الاشكال نحن الناس يعني نوقف بوجه الاراده الايرانيه اللي تجسدت او اللي اذا بدك هيك دخلوا بنسيج لبناني وعملوا قاعدتهم هون وشوي شوي قدموا البلد كله. ايه في كان تواطؤ بحكومات كثيره ببيانات وزاريه قد ما بدها كثير تمرق لهم، وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم وعم نسال ليه وكيف. في كثير كمان مسؤوليه علينا ما في شك. اكيد. طيب بدنا يعني بلشنا كده موضوع رئيس الجمهوريه وقفنا لانه رحنا ببعض التشعبات، رح ناخذ فصل اعلاني وبنستكمل معك وايضا مع الاستاذ نضال السبع هذا الحوار. We'll be right back.
بتابع معكم هالحلقة مع وليد هبود، ونحن هلأ باتصال مباشر مع الأستاذ نضال السابع. أستاذ نضال مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير لك أستاذ وليد وللمشاهدين وللست باولا. يعطيك العافية. بدنا نبدأ معك باستهدافات النبطية وآيتو، شو دلالاتها هذه الاستهدافات وكيف تقراها؟ شوف، كان من الملفت بالأمس أنه الإسرائيليين عرضوا تحقيق مع أحد عناصر أو كوادر حزب الله. طبعا هذا الكادر أنا باعتقادي أنه الكل هو من بيت يونس، الكل باعتقادي أنه حضروا وشاهدوا واستمع له. طبعا الملفت أنه المحقق كان عم يسأله أنه هل كل القرى الجنوبية عمليا يعني تساعد حزب الله أو تسمح له ب يعني تنظيم العمليات انطلاقا من هذه القرى؟ كان جواب الأسير يونس أنه لا، يعني بعض القرى مثل رماش يلي رئيس بلديتها عمليا يعني تابع لي سمير جعجع لا يسمح بإطلاق الصواريخ، وبالتالي يعني كانوا يعملوا لنا مشاكل وكانوا يثيروا هذا الأمر بالإعلام بخلاف رئيس بلدية حولة. طبعا الإسرائيليين سربوا هذا يعني هذا المقطع، ومن ثم ذهبوا اليوم إلى استهداف رئيس بلدية النبطية وأعضاء المجلس البلدي. هذا أمر ملفت جدا جدا جدا. بالنسبة لي عملية أيكو أيضا، يعني كان من الملفت أنه في أحد المدونين أو الناشطين على تويتر جزائري معروف أيضا كتب يعني تغريدة تحدث فيه عن أنه يعني حزب الله يعني يضع صواريخ وقذائف ومدري إيش بمنطقة صغرتا وبمنطقة إهدن. أيضا في اليوم الثاني ذهب الإسرائيليين واستهدفوا أيضاً. أنا باعتقادي كأن الإسرائيليين عم بيقولوا أولاً عم بيحاولوا يعملوا شرخ بين اللبنانيين، واحد، اثنين عم بيقولوا ما في مكان آمن. مين كان بيتخيل أنه يعني من الممكن أنه الإسرائيليين يروحوا يستهدفوا عائلة مدنية في أيطو على سبيل المثال، مع العلم أنه يعني هذا المنزل لم يكن يحوي على مسؤول حزبي كما ادعى الإسرائيليين أو كما تسرب بالإعلام، بس أيضاً ربما يكون هناك مسؤول بهيئة الإغاثة التابعة للحزب كانت عم توزع مصاري لإغاثة الناس. ايضا من كان يعتقد انه عمليا الاسرائيليين حيروحوا يستهدفوا بلديه عم تقوم ايضا بالموضوع الاغاثي. انا باعتقادي الشخصي انه الاسرائيليين عم بيحاولوا اولا عم بيقوموا بعمليات التهجير، مارسوا عمليه التدمير الممنهج على كل القرى الجنوبيه، عم بيقولوا للبيئه الشيعيه انت لست امنه حتى لو ذهبتي الى الشمال، حتى لو ذهبت إلى طرابلس، حتى داخل البلدية، حتى داخل المنشآت التابعة للدولة، أنتم لستم آمنين، وبالتالي يعني عم بتعاقب البيئة على ربما مناصرتها لحزب الله. طيب. أنا باعتقاد شخصي أنه ما حدث بأيطو لابد أنه الدولة تتحرك مع هذا الناشط اللي على تويتر اللي كتب هذه التغريدة، لأنه عمليا فتح الباب أمام يعني استهداف المدنيين. نحن اليوم عندنا 23 شهيد بأيطو، وهذا بيستدعي بحكم المؤكد أنه الدولة تتحرك مع الجانب الفرنسي قضائيا للمطالبة فيه أو على الأقل رفع قضية في فرنسا ومحاكمته. بس أستاذ نضال، هل معقول أنه إسرائيل يلي منعرف أنه استخبارات تبينت يعني على حقيقتها، هل معقول أنه بتحركها تغريدي؟ يعني بتتحرك بهيك عملية، بدها طيران وبدها قنابل وبدها كل الأمور، بتعمل غارة متكاملة انطلاقا من تغريدة؟ شوف أستاذ وليد، نحن اليوم أمام أسئلة كثيرة. هل مثلا الإسرائيليين ما كانوا قادرين مثلا يقتلوا هذا الشخص يلي بيشتغل بالهيئة الإغاثية لحزب الله وكان يوزع الأموال، وهذا بشهادة تلفزيون العربي للحدث، ما كانوا قادرين مثلا يستهدفوه وهو على الطريق وبالتالي يعني يتم قتله هو واللي كانوا معه الشخصين؟ هن تعمدوا انه يقتلوه داخل المنزل، وبالتالي دفع الناس للخوف ومنع الناس من يعني تأجير اي شخص من الطائفة الشيعية. شوف مثلا في قطاع غزة على سبيل المثال بمجزرة المواصي، من اجل قتل محمد ضيف يعني الاسرائيليين لم يتورعوا عن قتل 225 شخص. هلأ بالنسبة لي موضوع التغريدة، أنت لما اليوم بتكتب مثلا تغريدة أنه والله مثلا في صاروخ بهذا المكان أو بهذه القرية، وبيقوم الإسرائيلي تاني يوم بيستهدف عمليا هذا الناشط على تويتر، شو عم يعمل هو عمليا؟ هو عم يفتح الباب
وكأنه يعطي المبرر للإسرائيلي من أجل استهداف المدنيين. هذا واضح طبعا يعقب عليه بالقانون واضح. الدولي، هذا أمر ممنوع، خاصة اوكي أنه هو عمليا عم يدعي شيء غير صحيح. أنا أو أنت أو باولا وكل الشعب اللبناني بيعرفوا أنه إهدم ما فيها صواريخ، وبيعرفوا أنه صغرتها ما فيها صواريخ، فيها نازحين. نعم، شيء طبيعي، هذا حقه للنازح يلجأ على كل المناطق اللبنانية. بالأخير هذا لبنان واحد، ومن حق هذا النازح أنه يلجأ. وبالتالي لو صار العكس، لو صار هذا الاعتداء على شمال لبنان، بحكم المؤكد أنه أهل الشمال حيروحوا على الجنوب. طيب خليك معي مدام بولا. أنا بدي أقول بس وافق معه أنه اليوم إسرائيل أكيد كان فيها تستهدفه على الطريق، ولكن إسرائيل الهدف، الحلم الأجمل اليوم لها تشوف فتنة داخلية، ولبنانيين عم بيقتلوا بعض ورجعوا إلى الحرب الأهلية. يعني هيدا ما في شك، إذا الواحد بده يفكر اليوم بالعقل الإسرائيلي، ماذا تريد إسرائيل؟ بدها تشوف لبنانية عم بيقتلوا بعض. ومن أول النهار بلش النزوح بشكل كثيف، كانت هالمخاوف موجودة عند الكل. صحيح. في بيئة معبأة ضد بيئة أخرى، لأنه سياسيين ما بيعملوا شيء غير يقصموا الناس ويفرزون، الناس ضد بعض، بيعبقوهم ضد بعض كراهية قد ما بدك. جيت بلحظة عم بتقتلع كمية كبيرة من الناس من أرضهم، عم بتحطهم بين أحضان هؤلاء. كانت ردة فعل اللبنانيين احتضان وتضامن وكل شيء بدك. إسرائيل رح تنبش بأي مطرح فيها تحركش وتقدر تعمل مجازر لا تكون ردة الفعل مشاكل على الأرض، هيدا شيء طبيعي. بس أنا هون بدي أقول للأستاذ نضال، خوف الناس كمان طبيعي، ردة فعل الناس إن اليوم تعتى الهم يكون في مسؤول ولا مسلح ولا أي شيء، كمان هيدا شيء طبيعي. يعني شو مطلوب منهم بعد اللبنانيين أكثر من كل شيء قدموه؟ وهون حزب الله بعتقد عنده أكثر من وسيلة ليوصل مصاري إلى عيال معينة، أو بعتقد إنه يجب أن نتعظ جميعا من اللي عم بيصير، ولازم كتير منيح يكون التعاطي مع النازحين اللي هن إخوتنا واللي كرامتهم من كرامتنا، إنساني وأخلاقي، بس يجب التعاون بشكل كبير بهذه النقطة. ما بتقدر اليوم تعرض مناطق مأهولة بالناس وبالمدنيين وبالأطفال وبغيرها بأي شكل من الأشكال للخطر، لأنه أنت مقرر أنه هون هيدي منطقة آمنة. إسرائيل بطل بدأ في منطقة يعني 2006 دمرت صح. كل لبنان وكل صحيح. الشورى بلبنان شو كان فيه؟ صحيح. ما كان فيه مثل اليوم نزوح، بس كان الهدف كمان خلق فتنة داخلية. اليوم الهدف أكثر بكتير لخلق فتنة داخلية ومشاكل داخلية، فبدأ كتير المسألة كتير من الوعي. استاذ نضال بدي انتقل معك إلى الملف الرئاسي. برأيك في ظل هذه الأجواء الخرق الرئاسي ممكن، وماذا تفعل بالحقيقة اللجنة الخماسية؟ شوف، قبل ما أفوت بهذا الموضوع أنا حابب أولا أحطك بجو معلومات وصلتني حول الوضع في الجنوب. حسب المعلومات، الإسرائيليين بعثوا رسالة للدولة اللبنانية عبر طرف ثالث وسيط، بيطلبوا فيه من كل مؤسسات الدولة مغادرة الشريط الحدودي بعمق 5 كيلومتر. وطبعا يعني حديث الإسرائيليين أنه الجيش الإسرائيلي حيفوت على هذه المنطقة، الهدف هو تدمير المنشآت العسكرية والأمنية لحزب الله فوق الأرض، وايضا يعني كل الانفاق اللي تحت الارض. وطلب طبعا عفوا طبعا هذا الطلب يشمل القوات اليونيفيل والجيش اللبناني. على في خمسة احد كيلومتر على خمسة على كيلومتر 5 كيلومتر على نعم على 5 كيلومتر، وانه الاسرائيليين يتعهدون بانه يعني في حال حدث هذا الأمر فإن الإسرائيليين سوف يدخلون إلى هذه المنطقة وبالتالي سوف ينسحبون. طبعا المنطقة اللي عم يتحدثوا عنها هي من الشرق من لجهة البحر حتى توصل إلى مزارع شبعة، ومرفقة كانت بخريطة معلمة بالأحمر بمسافة الـ5 كيلومتر. طبعا الدولة اللبنانية ما فيها تتعاطى مع هذا الأمر، وما فيها تعطي موافقة للإسرائيليين على هذا الأمر يعني، ولكن هذا هو الواقع. ولكن على أرض الواقع يبدو أنه يعني في بعض الضباط من الجيش اللبناني تراجعوا بمسافة الـ5 كيلومتر. بالملف الرئاسي بس هذا شيء خطير، عم بتقول في بعض يعني في بعض قوى الجيش تراجعت إلى 5 كيلومتر. يعني يحكى عن ضابط أمني كان موجود بمنطقة بنت جبال، نقل مقر إقامته من بنت جبال إلى منطقة تانية تبعد بمسافة الـ5 كيلومتر كما وصلنا. يعني شو يعني ضابط أمني؟
عسكري جيش يما جهاز أمني؟ يعني ضابط يعمل في سلك الأمن، كان هو متواجد بمنطقة بنت جبال، انتقل فورا إلى منطقة تبعد تحديدا 5 كيلومتر. يعني يبدو الحديث الإسرائيلي بهذا الاتجاه. طيب خلينا نرجع للرئاسة، مع أنه هاي المعلومة بالنسبة خطرة، للرئاسي، هيدي أكيد رح يجي رد عليها. تفضل. بالنسبة للرئاسي، حسب المعلومات يلي وصلتني، انه باخر اجتماع للجنة الخماسية كان هناك وجهتي نظر. وجهة نظر يمثلها الفرنسي والسعودي تدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، في حين ان السفيرة ليزا جونسون يعني لا يعنيها مطلقا انتخاب رئيس للجمهورية، وكل حديثها كان في ذلك الاجتماع على تطبيق 1701 وتوفير الأمن للإسرائيليين وأبعاد حزب الله على الحدود. أوكي. تم الاتفاق في هذا الاجتماع بين سفراء الدول الخمس على دمج الملفين، وكما وصلني أنه تم الاتفاق على أساس تنفيذ هاتين المطلبين بحد أقصى هو يعني 25/12، يعني نتحدث عن الميلاد ورأس السنة، لابد أن يكون في انتخاب رئيس للجمهورية وفي تطبيق حرفي لل 1701. فأنا باعتقادي الشخصي أنه ربما تكون العملية العسكرية الإسرائيلية يعني بهذه الحدود، لأن لا تتعداها، وفي حال صار في تجاوز لهذا المدة ربما يعني تمتد لشهر 2 أو 3 على أبعد تقدير. هلأ بالنسبة للملف الرئاسي، والكل يتحدث عن الوزير سليمان فرنجيه، حسب معلوماتي أن الثنائي الشيعي ما زال حتى هذه اللحظة متمسكا بترشيح الوزير سليمان فرنجيه. أيضا الوزير سليمان فرنجيه بيعتبر أنه هذا حقه الوطني والدستوري بالترشيح، وبيعتبر أنه معادلة 51 صوتا يلي صارت بجلسة 14 شباط عمليا لم تتغير. بالنسبة للوزير جبران بيسي، انطلاقا من هون من حظوظه يعني أعلى اليوم؟ العماد جوزيف هون أم النائب السابق سامي فرجية؟ نحن اليوم خلينا نتحدث عن 3 مرشحين معروفين، وفي مرشح غير معروف حتى هذه اللحظة يعمل عليه الوزير جبران بيسي. نحن عندنا ترشيح ثابت للوزير سليمان فرنجية. قائد الجيش لا شك أنه يحظى بدعم سعودي فرنسي أمريكي. أيضا الدكتور سمير جعجع، حسب المعلومات اللي وصلتني يعني كان حوالي قبل أسبوع كان ملتقي مع بعض الأشخاص وتحدث أنه يعني ربما أن الظروف الحالية تدفع باتجاه يعني ترشيحه، أو ربما أنه يعتبر أن حظوظه ارتفعت في ظل هذا الجو السياسي القائم، وأنه هو بيشوف أنه ربما لا يذهب إلى أعطاء قائد الجيش. فبالتالي سمير جعجع أنا باعتقادي دخل الآن إلى بورصة المرشحين، وهو يعتبر أن هذا أيضا حقه الوطني والدستوري. بالنسبة للوزير جبران بيسيد، حاول يتفاهم مع الوزير سليمان فرنجي وبيقول له أنه بعد يلي صار لابد أنه إحنا من أنه نتفاهم، وبالتالي نحن قادرين على يعني الاتيان برئيس، ولكن ما كان يعني هناك تعاون من قبل الوزير سليمان فرنجي نتيجة عدد من الأسباب ونتيجة تجارب الوزير سليمان فرنجي السابقة مع الوزير جبران بيسي. أيضا يعني كان جوابه سلبي، خليك معي، يعني صار كان جوابه سلبي. نعم صار عندنا بالنسبة لك، صار عندنا كمرشحين: العماد جوزيف عون، النائب السابق سامي فرجي، الدكتور سمير جعجع. سمير جعجع، جبران بيسيل ايضا ذهب الى القطريين وحاول ان يطرح معهم الملف الرئاسي، اجتمع مع وزير الخارجيه القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن ال ثاني. ايضا كان هناك جواب قطري انه قطر الان غير معنيه بالملف الرئاسي ولن تطرح الملف الرئاسي، وهي سؤال بعد سؤال. هل كان النائب جبران بيسيل يسعى إلى تسويق نفسه وترشيح نفسه، أو لا يسعى إلى إبعاد العماد جوزيف عون والنائب السابق سامي فرنجي والوصول إلى مرشح يعني يرضى عنه؟ هو بحكم المؤكد لا يريد الوزير جبران بيسيل، ولا يريد قائد الجيش، ولا يريد سمير جعجع، وربما يبحث الوزير جبران بيسيل عن يعني رئيس يتمكن من ضمان
يعني حضوره داخل السلطة وضمان مصالحه داخل النظام السياسي. والوزير جبران باسيل دخل إلى هذه السلطة، هو منه مقتنع أنه عهد الرئيس ميشيل عون انتهى، وبالتالي نحن مقبلين على عهد جديد، وبالتالي ما زال يعني إما يقول أنا مرشح رئاسي وبالتالي أنا أريد أن أكون رئيسا، وإما يريد الإتيان بأي شخصية يعني تكون شخصية مسيحية عظيم. ضعيفة، وأنه الوزير جبران باسيل يتحكم بها وبالتالي يضمن استمراره داخل السلطة. عظيم. الصحافي والمحلل السياسي الأستاذ خلاص تركنا. بدك تكملي معه؟ لا بس انا كنت بدي اقول انه تفضلي. انا اللي بعرفه اكثر من، يلا أنا كلي استماع، لا تفضلي يا استاذ، ست. انا بعرف انه اكثر من دفع وعمل لكل فترة الفراغ باتجاه انتخاب رئيس كان اكثر شيء اذا بدك القطري الاكثر حماسي، وحتى وصلت يعني وصل القلام القطري يجيبوا مين ما كان، نحن مستعدين نمول لبنان كقطر بأكثر من 10 مليارات لإعادة إطلاق الاقتصاد صحيح. وغيره، مين ما كان هذا الرئيس سيأتي أمير قطر بأول زيارة يهنيه، ويعني كان في حماس قطري ما حسيت أستاذ نضال بالجو اللي عم ينقله، كأنه يعني قطر غير معنية اليوم بانتخابات الرئاسة. أنا ما بعتقد هيدي الحماسة تغيرت. وكمان ليزا جونسون رجع قال هو من الداعمين اليوم لجوزيف عون، الداعم الأساسي والأول هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي فقط يما لا 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 معظم لا الخماسية حتى قبل ما تكون هي موجودة، حتى يعني وقت الوزيرة دوروثي شي وإجا آموس وتعشى عنده في دعم أمريكي. يمكن أكبر مشكلة عنده إياها جوزيف عون هو الدعم الأمريكي لإله، وإلا إذا بتطلع عمليا يعني ما عمل شيء ضد حزب الله ولا محل ولا مفترق. إيه بس ولا عم تلاحظي إنه إعلام الممانعة ضده بقوة، ما في شك، بس إذا بتاخد عمليا اليوم وين وقف وين أخطأ وجه وين أخطأ معه وين بأي تدبير، يعني بالعكس بحادثة الكحالة الشهيرة كان عم بيساندهم وخرج إذا بدك تلك الشاحنة من مأزق. يعني بعتقد الفيتو عليه من وراء هذا الدعم الأمريكي واللي يعني انضم عندهم له هن الفرنسي. نأزة من الدعم الأمريكي الفرنسي والسعودي انضموا للدعم الأمريكي الأساسي اللي كان هو لجوزيف عون. بس كمان بدي أقول أستاذ نضال كل الأسماء اللي عم بيطرحها منها أسماء توافقية ولا شكل من الأشكال، والرئيس بري طلع قال اليوم مع رئيس توافقي، كيف بيكون متمسك بترشيح الوزير الفرنجية؟ في شي محل مسائل مش عم تركب، بك انه بيتوافقوا القوى السياسيه على احد الاسماء المطروحه. ما بعرف يعني هيدي صارت ما انك متفائله؟ لا هيك كثير عم تمغط التوافق لدرجه شو يا استاذ نضال عم تمغط شوف التوافق خلينا الليلي؟ نبلش نقطه بنقطه. بالنسبه للعماد جوزيف عون والموقف الامريكي، انا عم بتحدث داخل الاجتماع شو صار. الفرنسي والسعودي كانوا عم يدفعوا باتجاه انتخاب رئيس للجمهوريه، ليزا جونسون كانت تتحدث عن ال 1701، بالاخير اتفقوا على دمج الملفين والعمل على انجاز الملفين بحد اقصى نهايه هذا العام، بالتالي هذا صار هون في موقف امريكي داخل. هيدي إذا انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية أو بمعزل؟ بمعزل عنا طبعا. نحن قبل بشهر يعني قبل بشهر ما كان صاير اللي صاير، ولا كان في صار اغتيال السيد، وما كان الإسرائيلي متهول بهذا أي الشكل. يعني أنا كان عم غير وضع بالنتيجة كمان. صحيح. أنا عم بتحدث عن اجتماع الخماسي الأخير اللي عقد بالسفارة الفرنسية. بالنسبة للوزير جبران باسيل، شو قالت الست باولا؟ حكيت نقطة ما شفت لا ما حكيت عنه ما شفت سيرته للمرة الأولى ما حكيت عنه عم بقول مرة أثارت نقطة تاني أثارت نقطة تاني غير جوزيف عون. لا لا قلت إنه كل الأسماء اللي عم تطرحها ليست أسماء توافقية ولا شكل من الأشكال، وقلت إنه مسألة المعلومات اللي أعطيتها عن زيارة جبران باسيل إلى قطر تعطي انطباع إنه قطر اليوم مش مهتم بموضوع الرئيس. الموقف القطري، بما يتعلق بالموقف القطري قبل هذه الحملة كان هناك فعلا تشجيع قطري، وأنا اليوم بدي أكشف شيء أنه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بخلال لقائه مع السفير القطري قال له بالحرف: اذهب يا سعادة السفير إلى الرئيس نبيه بري وأنجزوا الملف الرئاسي، وأنا جاهز لتقديم 10 مليار دولار للبنان، وبالتالي انا جاهز حتى حل موضوع الكهرباء، وانا جاهز. اكثر من ذلك اكثر من ذلك امير قطر ابدى استعداد انه يحضر نفسه جلسه الانتخاب ويكون اول مبارك للبنانيين، ولكن بعد هذه الحرب التي شنت على لبنان كل العقل القطري الان منصب على انجاز مفاوضات ووقف اطلاق النار سواء في جنوب لبنان او في قطاع غزه،
ومن يفشل عمليات المفاوضات هو نتنياهو وليس عمليا حماس او حزب الله في عظيم. جنوب لبنان. اوكي. كل العقل القطري الان منصب على التوصل الى وقف لاطلاق النار وليس بحث الملف الرئاسي في طيب هذه الاوقات. بدي اتشكرك اذا على هذه المداخله. بدنا نرجع الى السؤال الاساسي. البعض بيقول انه ولا يمكن انه اجراء انتخابات رئاسيه او التوصل الى انتخاب رئيس قبل توضح او قبل اتضاح الصوره على الارض، يعني صوره الميدان وشو رح تفرزه على الصعيد السياسي. لا. بالتالي كل هذا الكلام الان بيقولوا مضي على الوقت. بس لما تقول لا يمكن، كيف يعني لا يمكن؟ انت عندك اليوم 128 نائب، عندك 7-8 كتل بهذا المجلس، شو يعني لا يمكن؟ ما هؤلاء اللي بيطلع بيتغنى انه سياده، واللي بيطلع بيتغنى انه وطني، واللي بيطلع بيتغنى، طب كل هول شو بدهم تيروحوا على المجلس ويعملوا عمليه انتخاب حقيقي؟ ما نحن عم ننتخب. بدهم مين يدعي؟ طيب لا كمان هون شو بيقول الرئيس بري؟ جمعوا لي 86 صوت، تعوا الى الحوار. واضح ان كل هيدي ارانب لانه لا يريد رئيس الجمهوريه، بس بعد اللي صار وبعد الحرب اللي صارت اكيد لم يساق غصبا عنه نبيه بري الى ان يقول بقبل برئيس توافقي. الخطوه اللي عملوها من عين التينه نبيه بري وصديقيه واضح جدا انه هذه الخطوه مفكر فيها وشايف فيها بصيص امل وحل. هلا قدر يوصل الى هذا الحل؟ ما قدر يوصل، بعده بحركة أمل مش قادر يوصل. ما هي جمدت، جمدت بقرار إيراني واضح، بتدخل خارجي واضح. هلأ إذا فعلا اقتنعنا أنه نية الرئيس بري يفتح المجلس، علينا اليوم أنه نلاقيه على هذه الطريق ونقول له عين جلسة أن نضغط اليوم. من هيك أكثر اليوم وأكثر. كانت هذه الدعوة له الدعوة بتعيين جلسة، هيدا أول شيء أضعف الإيمان. أنت عم تتخيل صرنا سنة ونص مش عاملين جلسة؟ هيدا وين بتصير بالعالم؟ سنة ونص ما داعي مره لانتخاب رئاسي وعلى طريق المسرحيه السابقه اللي بيطيروا فيها النصاب. حتى هيك ما كمان عمل اللبنانيه زهقوا من المسرحيه. يا سيدي مش انه ينعمل اول دوره وثاني دوره، مش مسموح الاستخفاف بالدستور لهذا الحد ولهذا الشكل. طب ليه انتم كمعارضه ما بتجتمعوا؟ كيف ما بنجتمع؟ نحن ما بنعمل غير نجتمع مثلا باللقاء مع رب، ليه ما طلعتوا لهذا الامر؟ أول لقاء اندعينا، تاني لقاء ما اندعينا، بس إنه أول لقاء لأنه مدحته لأول لقاء متعقبنا تاني لقاء بعدم الدعوة. لا أنا بعرف إنه يلي اندعى أول لقاء وما راح، تاني لقاء ما اندعى عليه. بس طبيعي ما يندعى عليه، أنا أصلاً أول لقاء مش طبيعي إنهم يدعونا إذا بد، لأنه نحن فريق كلهم، يعني كلهم نحن فريق واضح ماذا يريد، نحن فريق بالسياسة ثابتين جداً على اللي بنحكي. أضف إلى ذلك نحن وقتها قلنا طب شو الأجندة، شو بدنا نحكي، شو البيان الختام، يعني سألنا أسئلة مشروعة ما كان في جواب ولا كان في وضوح. فلذلك بقول لك يعني كان طبيعي بلكي ما كان في بيان منجز، بلكي أنتوا طلعوا شاركوا بصياغة البيان. يا سيدي كل هيدا ما بينعمل بسلق على الطريقة اللبنانية. يعني أكيد بدك تعمل شيء جد اليوم، تقدم للبنانيين شيء مختلف، مش بس بالصورة إنه يلا جمعت ناس كبرت الطاولة وسعتها وطلعت حكيت كلمتين. بدك تعمل شيء فعلا، أول شيء أدي لنتيجة، لأنه بتعرف كل هالاجتماعات تطلع بلا نتيجة هذا بيعمل إحباط إضافي عند الناس. يعني فلذلك بالعكس بالسياسة هيدي تساؤلات مشروعة وما إيه بس ما أي كانت مشكلة. أقوى المعارضة لو كانت وحدة إنه بمعزل عن المشاركة بلقاء مع رب أو عدم المشاركة. تعرف أمتين كانت المعارضة قوية جدا؟ لما نزلنا صوتنا لجهات أزعور بالمجلس النيابي، ولما تلاقوا قطبين مسيحيين سمير جعجع وجبران باسيل شو ما بدك سميه، التقوا على اسم وقالوا فلنحاول ننقذ الرئاسة، أو كانوا عم بيناوروا بغض النظر. بلحظتها المعارضة أخذت الموقف اللي لازم تاخده، ولو منه مرشحة ولو الاسم ما كان مطروح سابقا. مع كل ذلك رحنا أخذنا القرار اللي بيقول مننهي الفراغ ومنشوف كيف فينا نرجع نرمم بهيدي الدولة. أنت بعدك عم تترمم، أنت مش عم تبني، أنت منك بمحل، لا عندك رفاهية. ليه ما بنيتوا على انطلاقة من هالقرار؟ نحن بنينا وطلبنا منهم أنه يستكملوا، أنه نكمل في هذا المسار اللي ممكن يؤدي إلى انتخاب رئيس. أنا بدي ذكرك قبل ما نفوت بالفراغ، الفريق الوحيد اللي بادر وعمل مبادرة رئيسية كان فريقنا. ولفينا على كل اللي بنسميهم مافيا السلطة، حزب حزب، نترجاهم ما تفوتونا إلى الفراغ. ونحن عارفين أنه الفراغ
بناسب هذه القوى. ليه بناسبها؟ بناسبها كلها؟ بناسبها أكتريتها، لأنه بتتفلت من أي التزامات دولية. منو الفريق اللي بده إصلاح مال اليوم؟ منو الفريق اللي عنده أجوبة شو بنعمل بوديع الناس وريستركتشرينج تبع المصارف؟ السلة اللي عم تطرحها الاي ام اف ما كانت سهلة على ولا فريق يبلع. اللي كله مشارك بمطرح ما وبده يشوف كيف بده يقطع هالغيمة السوداء. فمشان هيك استاذ وليد، انت لما بتجيب رئيس بترجع بتبلش الطالب بالقوانين الإصلاحية، بترجع فيك ترد الديناميكية مطرح ما في معارضة عن جد، في من هم في السلطة، بترجع بتجيب حكومة جديدة، بتشوف كيف بدك تشتغل على أسس جديدة. هذا كله محترق اليوم وما حدا يدير البلد. لا، لو فتحت اليوم أبواب مجلس النواب أمام النائبة بوليا أوبن أمام بقية النواب، لمين بتصوت اليوم؟ ليك بصوت أنا صوتي أول شيء إذا كان حاسم وبيوصل بدي صوت للأقل سوءا. هلأ بتقلي مين بدك بمين بتحلمي مين اللي بيشبه اليوم، خلينا نقول مين الأفضل. ليك نحن لشو نكون سلبيين، مين الأفضل لإلي؟ بدك نحكي لقلنا نحن كقوى. نحن ليه رشحنا دكتور عصام خليفة؟ لأنه شفنا فيه بيشبه الشارع، بيشبه الناس، بيشبه 17 تشرين، بغض النظر شو راح وشوه وحكيه وعمله. هيدا ترشيح راديكالي ضد كلهم، يعني كلهم بيشبه أدبياتنا. لما شفنا أنه ما بدهم يلتقوا معنا على أسماء سبق وطرحناها لنتقاطع معنا عليها، رحنا صوتنا بهذا التصويت الراديكالي اللي بيشبه هذه الكتلة الموجودة. أوكي راديكالي، لكنهم يعني صديقنا كتير دكتور، لكنه غير واقعي. إذا بدك غير واقعي، لما نزلنا الواقعية وبرمنا عند الكل، نحن عطينا ثلاث أسماء ما فيها دكتور خليفة. نحن رحنا النيلون صلاح حنين كان نائب وكان جزء من 14 أدار. ما في حدا يقول منه محترم ومنه دمس وكله أخلاق. رحنا باسم نصيف حتى كان وزير معهم، مش نحن جبناه وزير خارجية لنصيف حتى. رحنا باسم زياد بارود كان وزير داخلية. يعني ما رحنا إلى أسماء مثل عصام خليفة ما بعمره قبل بالسيستم ضد التقسيم المذهبي الطائفي. رحنا إلى هذا الاسم لما كنا لازم نحط اسم، واسم منا متقاطعين فيه مع حدا. فلذلك بقول لك لما في ترشيحين جديين او ترشيح جدي، نحن ككتله بنقدر نتفق على شخص هو افضل الممكن، افضل من الفراغ، وممكن اقدر ارجع اليوم قاتل لحصل شيء من الاصلاحات. رح اقول لك ليه عم بحكي هالكلام. البعض بيشوف انه هدوا كل شيء على الاخر، دمروا كل شيء على الاخر، بركي بنرجع من عمره. هيدا كان فكر موجود، وهلأ البعض بيشوف بالحملة الإسرائيلية إنه يلا بركي بينهدم على بنردم هالبلد وبنرجع بنبني. أنا خوفي إنه هيدي النظرية مش بس ساقطة، قد تؤدي إلى عكس اللي عم بيقول برجع ببني دولة من الصفر. أنا ما عم عمر بناية. أنا ما عم عمر 100%. لقلك ليه؟ لأنه قوى الأمر الواقع لما يصير هن بوجود الدولة مكسرين الدولة وآخر همهم هيبة الدولة وما فرقيني معهم. طب اليوم لما ما في دولة شو رح يعملوا هول؟ هيرجعوا إلى الأمن الذاتي، إلى الميليشيات، وكله عنده شهية يرجع إلى هذه الحقبة وإلى هذه الحالة. هيدي حالة قاتلة للبنانيين. اللبنانيين اللي بدهم وطن ودولة وقانون ومؤسسات، ما بيخلصنا إلا المواطنة. المواطن اليوم مصلحة كل اللبنانيين، البداية من الرئيس طيب. وكل الطوائف هيدي مصلحتهم اليوم. طيب. اليوم حكيت شغلة معلي، خليني عيدة عندك. تفضلي. تاريخنا كله طائفة بتقوى مع مساعدة الخارج تضرب باقي الطوائف. صحيح. ترجع يجي وقت وظرف هذه الطائفة تاكل انتكاسة تنضرب 100%، بيرجع طائفة تانية. مشان هيك بيطلع لك المارونية السياسية، السنية السياسية، الشيعية السياسية، ما شفتهم كلهم هول؟ طب تعال حدا يفكر اليوم نبني بلد للجميع، يكون الأساس فيه فعلا انك تكون اليوم عم تبني بلد في ازدهار، في رخاء، ولادك مش للتصدير، للبقاء هون. هلقد حلم صعب؟ من الرئيس الرمز الذي يمكن أن يمثل هذه الحاجة؟ في كتير أشخاص، في كتير ناس أكثر من جيدين، وفي أعطيك أسماء قطعت بالحكم بالسلطة. نصيف حتي، نصيف حتي جيد جدا. ماري كلود نجم شو بتشكي؟ تعا حدا يقلي خطة الإصلاحي قتاله بموضوع وديع الناس وبيكشف حقيقة البونزي واللي صار من بعده، ترفع لها القبعة هذه السيدة. وأنا بتمنى اللي هلأ بده يسمع ويبني على البروباغندا اللي انعملت ضدها وكيف، روح تحقق شو قالت، شو اشتغلت، شو عملت. صلاح حنين، انا بتذكر لما جابت التدبير السادس الى المجلس النيابي، اول وحده انا حكيت ضدها بالمطلق، ما بدي اسمع.
وحكومة مش عجبتني منك مقتنعة فيها مليون بالمية، وأنا متأسرة باللي سمعته وما بعرفها من قبل. لما شفت القوى السياسية كيف قاموا عملوا، شو بدي أقول لك فيها، ما خلوا ولا بقوا، أنا بلشت أطلع شو عم تحكي، شو جايبة هيدي الست. طلعت رجعت بنفس الجلسة، مش بس دفعت عنها، تبنيت اللي عم بتقوله، لأنه همي وفكرتي الوحيدة، ما عندي أنا أجندة، أنا ضد هيدا مع هيدا، وين بلاقي مصلحة للبلد بمشي. عم بعطيك هالاسم صلاح حنين. صلاح، أنا لقلي الرئيس الحلم صلاح حنين صراحة. لقلي أنا بقول لك من أفضل الأشخاص اللي ممكن يتولوا المسؤولية. يعني الأسماء التقليدية مثل عماد جوزيف عون ونائب سامي فنجين ما بيعنولك؟ مش ما بيعنولي. اليوم البعض بيشوف أنه جوزيف عون هو كأنه جاي أنت تكسر الطائفة الشيعية المجروحة وغيرها، ما بقبل أقول. بس أنت عم بتقول أنه الصورة ما أنا مظبوطة. أنا هيك عم بقول، بس تنعيم معي ما بعرف. فبدي أقول لك هيدي صورة الكسر، أنا عم بقول لك إيه مش مظبوطة. وقد يكون جيدا، بس أنا ما بعمري سمعته عم يحكي سياسي. انت سمعته شو مره عم بيحكي السياسي؟ لا هو قائد جيش اساسا، يعني كيف معروف الجيش كيف هو الصامت الاكبر. كيف بدك يعني احكم مثل هول اللي بيطلعوا بيشربوا فنجان قهوه معه وبيطلعوا بيقولوا لك اروع شخص بالعالم؟ يمكن هي. بس انا صراحه اللي بعرفه عنه بسمع انه مناقبه، انه رجل مؤسسات، وانه نظيف، منه متوغل، منه فايت بالفساد، بس صحيح. انه ما بعرف شيء بالسياسه عنه صراحه، ما بعرف شيء. صلاح حنين سمعته شو بيحكي السياسي، بعرف نفسه السياده، بعرف اخلاقه، بعرف من اي منطلق بتعاطى السياسي، بعرفه بالشخصي وبعرفه بالسياسي، وشفته باثنين، وشفت لما كان نايب كيف ما صدقوا كيف يخلصوا منه. تعرف انه صلاح حنين بالمجلس النيابي كان يطلع يصوت ضد اللي بده اياه وليد جنبلاط، وهو بكتلته بدي اقدمه، ماني مقتنع. يقول ماني مقتنع. لا اكيد رئيس من هالقماشه بدنا كثير لنشوف صراحة. خلينا ناخذ فصل اعلاني ومنتابع معك هذا الحوار. ومنتابع معكم هالحلقة مع وليد عبود، وهلا نحن على اتصال هاتفي مع العميد خليل حلو. مساء خير جنرال. مساء نور استاذ وليد، لألك ولضيوفك. شكرا لك. يعني بدي اسالك انطلاقا من يلي صار بالجنوب، البعض عم بيقول انه وكانه توازن الردع يستعاد شيئا فشيئا، هل هذا يعني انه توازن الردع هيدا كاف لمنع الاحتلال البري للبنان؟ يعني مع الاسف ما فيني اقول هيك. هلا توازن بالردع اكيد من جهه حزب الله في إنجازات بالنسبة لرماية الصواريخ باتجاه حيفا، باتجاه تل أبيب، باتجاه مختلف المناطق الإسرائيلية، وإبقاء سكان شمال إسرائيل خارج بيوتهم، وشل الحركة وإلى ما هنالك. ولكن هيدا لا يقارن بحجم الدمار اللي عم بيصير عنا، وهيدا لا يقارن بحجم الإصابات والشهداء والضحايا والجرحى يلي عم بيوقعوا عنا. يعني عنا نحن حجم الدمار والضحايا أكبر بكثير. هيدا من جهة. من جهة تانية هيدا ما بيمنع العمليات على الأرض أنها تستمر. هلأ الحديث هلأ اللي عم نشوفه على الأرض بالجنوب في صمود من جهة حزب الله، ولكن اليوم صار في ضغط كثير كبير إسرائيلي على الأرض. هلأ مني ما عندي معلومات دقيقة، إنما يعني بالإطاع الأوسط وبالقطاع الشرقي في كتير ضغط. يعني في مناطق يعني وفقا لشهود عيان عم يبينوا فيها العسكريين الإسرائيليين ما كانوا مبينين قبل. هلا ما عم بيقعدوا، مش عم بيتمركزوا، مش انه عم بيمارسوا عمليات احتلال بالمعنى الكلاسيكي، مش انه بفوتوا على منطقة بضلوا قاعدين فيها، ولكن في بعض الشهادات بتقول انه عم بفوتوا على مناطق ما كانت موجودة، ما كانت بإيدهم قبل. هلا ما عندنا يعني لا من عند حزب الله ولا من عند الاسرائيليين توضيحات بهذا الموضوع. صحيح. وفي شيء لافت بال بموضوع الجنوب، منطقه كفر شوبا ومنطقه شبعه يلي هن بمناطق عاليه، يعني يلي بيعرف منطقه الجنوب بيعرف عن شو عم بحكي، يعني باقصى الشرق بالجنوب. هودي في ضغط هلا باتجاههم من الجولان المحتل، ومن شهر وأكثر. في بعض التقارير بتقول أنه الإسرائيليين دخلوا على المنطقة من منزوعة السلاح بالجولان. بالجولان
في المنطقة اللي الإسرائيليين محتلينها والمنطقة اللي موجود فيها الجيش السوري بين اثنين في منطقة معزولة من السلاح، منزوعة السلاح. هاي المنطقة في تقارير واضحة كانت ومتكررة انه الإسرائيليين فاتوا لها وانه عم بيحضروا طرقات للآليات باتجاه الغرب، يعني باتجاه الحدود اللبنانية وتحديدا منطقة شبعة وكفر شوبة. اليوم سمعنا بعدة وسائل إعلام عربية وأجنبية إنه في ضغط باتجاه كفر شوبة وشبعة، ولكن مش واضح على المضبوط جغرافيا وين هالعمليات عم بتصير، بس أكيد داخل الأراضي اللبنانية. طيب أيضا بالتوازي عميد، يعني تعمدت إسرائيل الإعلان عن زج فرقة خامسة على الحدود مع لبنان، وكنا حكينا معك من جمعتين هون انه في اربع فرق، شو دلالة هذا الامر؟ هل هذا يعني انه اذا بدنا نقول التوغل او الاجتياح عم بتهيئ له صار قريب؟ لا خليني اوضح، الفرقة اللي عم بيحكوا عنها هي الفرقة 210، وسبق استاذ وليد وحكينا انه الفرق تبعهم على حدودنا نحن هي فرق مناطقية، بريغاد تيريتوريال، هول الفرق موجودة على طول هون. هن ثلاثة، في فرقتين يستقدمون. هلا الفرقة اللي عم بيحكوا عنها انه فوتوها على المعركة، هي اللي عم بحكيك عنها، هيدي يلي موجودة بالجولان، الفرقة 210 يلي عم بتبلش عمليات باتجاه فرشوبة وشبعة، هيدي يلي اليوم بلشت العمليات تبعها، انما كانت موجودة. هلا وقت اللي حكينا انا وحضرتك حكينا عن اربع فرق، هلا ممكن يكون في فرقه خامسه بس مش كلهم محشودين على حدودنا. بدي اذكر انه حدودنا مع اسرائيل 70 كيلومتر وحدودنا مع الجولان المحتل 60 كيلومتر، كلها سوا 130 كيلومتر. يعني هيدي ما بتحمل خمس فرق منشورين، هودي خمس فرق بالعمق. يعني رح اعطيك فكره، الجبهه الروسيه الاوكرانيه 1100 كيلومتر طولها، عرفت؟ يعني جبهتنا نحن صغيره نسبيا. الفرق الموجودة على الحدود بشكل بالتماس مباشر هن ثلاثة، وفي اثنين جاهزين للتحرك، لأنه عزم إذا بده يصير في تحرك باتجاه الأراضي اللبنانية، الفرق الموجودة على الحدود هي مش هي بتفوت بالكامل، بتنط فوق الفرق اللي ورا. هيدي أكيد العسكريين اللي عم يسمعونا بيعرفوها، بس بدء العمليات من الفرقة 210 يلي أساسا حزب الله استهدفها عدة مرات، لما بيقولوا رمينا على الجولان على المراكز اللي عم يسموها، هاي المراكز تابعة لهاي الفرقة بالذات. هيدي اليوم فرقة، يعني تنوضح الفرقة يعني ست ألوية وكل لواء خمس كتائب، يعني عم نحكي عن فرقة كبيرة، مش طبعا مش فرقة، مش انه مجموعة عسكريين يعني. طيب فهيدي لما عم بتبلش عمليات بهالاتجاه هيدا، معناتها في توسيع للعملية البرية الإسرائيلية. هلا قديش حزب الله بيقدر يعرقل، بيقدر يأخر، بيقدر يمنع، هيدي الأيام اللي جاية بتدل. لحديت هلا مبين إنه في صمود، ومبين إنه الآليات الإسرائيلية ما عم بتفوت، عم تتردد، لأنه الأسلحة المضادة للدروع يلي موجودة بين إيدين الحزب فتاكة جدا، وحكينا عنه صواريخ الكورنت والكونكورس والألماز يلي هني مثل صواريخ الجافلين يلي مع الأوكرانيين يلي دمروا فيها الدبابات الروسية. هلا الاسرائيليين عم بيقولوا انه صادروا قسم من هالاسلحه، ولكن اكيد بعد في، وهذا والدليل على ذلك عدم التقدم او عدم زج قوى كبيره داخل الاراضي اللبنانيه، بعدها محدوده. العميد خليل حلو، بدي اتشكرك على هذا الاتصال الهاتفي، هذا يعني انه شكرا مثل ما توقعنا، يعني انه الحرب للاسف كما يبدو طويله. والترهيب سيد الموقف، يعني ترهيب لما انه يقولوا لك خمس فرق وكذا، ولما يضربوا ايتو بهذا الشكل، اذا بدهم يصفوا احمد فقيه كان عندهم كل الطريق لحاله. في صوره رعب وترهيب عم بتحاول تزرعها اسرائيل، في احلام بفتنه لبنانيه وحرب اهليه بتخفف كتير كمان عبء، وبتخفف كتير من الحرب مع إسرائيل، بتساندها، وهذا كله بعتقد لازم يكون كتير. لا لأنه البعض بلش يحكي عم بيقول إنه الخطر هلأ هي من الحرب ما بعد الحرب، يعني عم
عم بيحكوا عن الفتنة الداخلية انطلاقا من تداعيات الحرب. إذا بتشوف كيف عم بيشتغلوا بالتويتس وبالفويسات وبالجو اللي عم بيخلقوه، إنه هون في توتر، بتشوف شو عم بيسربوا فيديو أحيانا سخيف. يعني اليوم في مديرة مدرسة عم بتقلهم بلا زوار، عملوا مشكل وصوروا وبعتوا، يمكن أحيانا عن نية طيبة، كله بيحمل كاميرا وبيصور اليوم، عرفت كيف؟ صحيح. بس إنه هيدا كله عم بيخلق توتر كتير كبير، عم بيعمل مشاكل، ومش ناقصنا يعني ما ناقص حدا، لا الناس اللي ترك بيوتها ولا ما حدا ناقصه فعلا، انه مشاكل اضافيه فوق مشاكلنا اللي فينا مكفينا. انا شخصيا ناقصني انك ترجعي محاوره سياسيه. انت مكفى وموفى يعني. يعني وهون حابب اطلع عليك كم اسم، انه لو رجع هم حبه لالي ولا لا محبه اكيد لالي وحنين. كل عمرك محب على كل حال. الله يخليك. واللي حلو فيك بتعلم الواحد شو يعني منافسة شريفة، بعز المنافسة وقت اللي يمكن كان برمجنا بوجه بعض بفرد ليلي، كنا بفرد ليلي بنفس صحيح. أخلاقك ما الله يخليك فعلا يعني أستاذ وليد، مش ناطر شهادتي بس هيدا شيء عن جد. كنا بفرد، كنا بليلة الأربعاء كمان مزبوط. أنت على فيوتشر وأنا على عم بقول لك بتعلم طبعا. الناس شو يعني منافسة، لا كانت منافسة حلوة وحلوة، وشو يعني أكيد. صداقة أكيد. لو رجعت اليوم المحاورة السياسية وليلة الأربعاء المساقب كمان ليلة الأربعاء مثلا، بدك تسألي الشيخ نعيم قاسم سؤال، شو كنت بتسألي؟ شو صعب الأسئلة هالأيام خاصة باللي صاير. أول شيء بعزيه وبدي لك أنا عملت مقابلة يمكن من أجمل المقابلات. أي سنة تقريبا؟ بعتقد بال99 أو بال2000 قبل التحرير يعني. قبل نعم مع الشيخ نعيم قاسم، ما بعرف إذا هو بيتذكر. سألته وقتها كتير أسئلة وحكيت يعني رحت أكتر إذا بدك بالشق الفكري أكتر من السياسة، لأني خاصة وقتها ما كانوا يفوتوا بحكومات، وإذا مذكر يعني كان حزب الله مظبوط. ياريت بقي هيك بعد ما فات باللعبة السياسية، ما كان فات باللعبة السياسية يسلم تمك، ياريت بقي هونيك، ياريت بقي محل ما هو. ما بعرف اليوم شو بسأله أستاذ ولد، بستعين فيك يمكن لأسأله. سألته وقتها كتير عن كيف تغلغلوا بالنسيج الاجتماعي. ركزت على فكرة كل عمري عندي إياها، هي قسمة اللبنانيين، أنه اليوم أنت بدك تكون شيعي إثني عشري مع ولاية الفقيه لكي تكون في حزب الله، أنه هذا حزب لا يشبه اليوم بلد مثل لبنان بتنوع وبكل شيء. فبعتقد برجع على هيدي الأسئلة اللي هي أسئلة صعبة ولازم كلنا نفكر فيها. واليوم إسرائيل لما تضغط بموضوع يهودية الدولة وبالقوانين اللي بتساعدها على ترسيخ يهودية الدولة، بتطلع بهذه الأحزاب المذهبية والطائفية وبتشوف فيها على الصعيد الفكري والإيديولوجي حليف، لأنه بتبرر له أنه أنا اليوم بمحيط كله مشرزم، ليش أنا بدي أكون الدولة الديمقراطية اللي عندي عرب ومسيحيين ويهود وغيره، وكله حوالي هو صحيح. بالعكس قايم على إذا بدك الفرز وعلى التقسيم المذهبي والطائفي. هذا يبرر ويعطي لإسرائيل حجة أكثر بأن تكون دولة فصل عنصري. إطلالته الأخيرة شفتي هيك على رواق؟ شفته على رواق ايه اكيد، شفت بكل اطلالاته اللي لاحظت في فرق بالاطلاله الثالثه عن الاطلالتين هوديك؟ لاحظت انه اخذوا بعين الاعتبار الانتقادات، ما في علم لبناني، حطينا علم لبناني، زبطنا الاضاءه، هيدي القصص اللي صاروا ينتقدوا يمكن فيها بالمضمون. يعني بلاقي خاصة من أول خطاب، وأكتر شيء بأول خطاب والتوجه لنبيه بري بطريقة أنه روح تعاطى بس بوقف إطلاق النار، لا بالأولى وقف إطلاق النار، يمكن التاني ضيعتني، التاني بلا الأخ الأكبر وكذا. الأخ الأكبر بالشكل فيها كتير من المديح بالمضمون، أنه لا تتعاطى إلا بوقف إطلاق النار، والباقي يعني المسج كان على الرئيس. فواضح أنه اليوم ما لح تركبه رئيس، وتوافقه ما تستعجله. فبهيدا المعنى بقول لك انه ما بحس انها كانت رساله نابعه من حرص على مصلحه لبنانيه، لبل اكثر هي بعدنا بهوى الاجنده الايرانيه. برايك اليوم الشيخ نعيم قاسم هون او بايران؟ ما بعرف بكل صراحه، ما عندي ولا فكره. اذا بدي اتكهن ما بعرف وين بده يكون، بس بكل الاحوال حتى ما بعرف اذا هو هدف اساسي مثل غيره من المسؤولين، مثل إبراهيم عائل أو مثل طلال حمية أو مثل غيره من القيادات الأمنية العسكرية، لأنه هو بعتقد بعيد عن الجو الأمني العسكري. هو أكثر مسؤول سياسي طبعا بشكل كتير كبير. طيب الرئيس نبيه بردي
شو كنت بتسألي؟ يلا ما رجعتي على المنافسة. هلا 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 ليك هلا بسأله مش بموضوعية الصحافة، هلا بسأله كنائبة بالبرلمان امتين حتفتح المجلس وليه ما بتعين جلسة هلا؟ لأنه هيدا واجبك اللي لازم تقوم فيه من دون مماطلة. هيدا السؤال اللي هو كمان إذا بدك يعني قهرني لأنه ما قاله تبرير، ما قاله تبرير غير إنه عم ناخد تعليمات من الخارج. هذا سؤال بصفتين، منيح سؤال، هذا سؤال دوب رئيس نجيب ميقاتي. شو بدي أسأله؟ رئيس حكومة تصنيف الأعمال يلي هو بالنتيجة اليوم رئيس السلطة التنفيذية. قدي عم بيشاركوا الرئيس بري بالقرارات وبالإدارة البلد و... يعني قدي له حصة في الحكومة وفي كل القرارات التي تتخذ؟ تبهي يمكن يقول لي حصة كبيرة لك بشيل عنه. ممكن كتير يكون الجواب. مع أنه أنت لما تجي تفكر بنظامنا لازم أن يكون هنالك فصلتين ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وين الـ checks and balances راحت كليا؟ نحن مفروض نكون عم نراقب الحكومة. هو يمكن لأنه ما عنده شريك بالسلطة الإجرائية، يعني ما في رئيس جمهورية. ليش لما كان فيه كان غير؟ كانوا بحلف. يعني الرئيس ميقاتي يأتي أصواته الأساسية من الثنائي والباقي من حلفاء الثنائي، يعني هو اللي سموه آخر مرة. فلذلك يعني وين إذا بدك الرقابة البرلمانية وكل ما يحكى عنه كمان هيدا للأسف مش موجود. الرئيس سعد الحريري بدك ترجع. هلأ إذا بدي أسأله بسأله حول العودة إلى الحياة السياسية وكل ما يحكى. هذا السؤال الطبيعي اليوم اللي يطرح عليه. يعني بتسألي أي متى بدك ترجع يا شيخ سعد إلى السياسة؟ وشو الظروف اليوم لعودته إلى السياسة؟ وهل يفكر فيها؟ وهل بعد يريد العودة أو لا؟ لأنه الأجواء اللي بتجي كتير متناقضة. أنت شو رأيك؟ يعني لو أنت بدك تعطي رأيك، لو سألك رئيس سعد الحريري أنت شو رأيك؟ يا مدام أول بولا برجع أول شيء بترجع على رأي. أنت عم تحكي مع حدا يعني عملت أنا إذا بدك مش استدارة بس أنه أنا رحت إلى مكان كتير بعيد. أنا دخلت إلى الحياة السياسية كان في أدخل مع أي حزب بس بلحظة معينة، بلحظة النفايات وبلحظة لحظة مقيتة بتاريخ البلد، قررت أنه اليوم لازم يكون في معارضة خارج أحزاب التركيبة. فصعب علي اجي اقول لك انه بدي وجوه ترجع او غيرها، بس يحق لكل لبناني ان يمارس العمل السياسي، ومش مفروض خروجه يكون بسبب دولة اخرى مش بارادته هو او الناس خسرته انتخابات. ما خسر انتخابات سعد الحريري، ظهر لاسباب اخرى. ففي كتير حديث اذا في مقابلة جديدة. انا بعدني مقابلة هيديك بعد ما خلصت من هيديك المقابلة التاريخية من التشويه ومن بس التشويه والتضليل كل لبنان انتظرها، كل لبنان والعالم العربي تيشوفوا انه والعالم حتى شو وضع سعد الحريري والعالم حتى. كانت الانظار رؤساء دول وغيرها عم بيشوفوا فعلا شو هي الحقيقة وشو وضعه وكيف شو لازم يتحرك. هوني بس بين مزدوجين انه فاتي على اللحظة اللي عارفة انه العالم كله عم يطلع هلأ لحظة حرب بدك ترجع. لا لا بس هيك لانه حشرية هلأ هلأ هيدي الحشرية الصحفية اللي عندك اياها انا كتير بحبها. بنعمل حلقة اذا بدك على الموضوع بس انا بقولك كمان كنت مثل هذا العالم واصلة لعنده على البيت بدي شوف شو الوضع وكنت عم صور من الخارج وجوا. كان يعني كان كلني انا اسئلة من دون اجوبة وخرجت مع بعض الاجوبة بعض الوضوح أكتر بس ضل في كتير غموض كشفته الأيام ومع الوقت فهمنا أكتر شو اللي كان صاير. فهمت أكتر هيدي المقابلة الخارج السياق كيف خلقت وليه وكذا. لا ما كان كيف انطلبت وكل ذلك. أنا انطلبت مني من رئيس سعد الحريري يعني هو شخصيا اتصل وقال لي أنه بدنا نعمل إنه مقابلة بكرة فهي منه إجت مباشرة. وهيدي وقائع فرجيتها على تليفونين لمشككين لصحفيين لإعلاميين لأنه بتتذكر وقت الحملة أكيد. اللي انعملت مش مباشرة، عمل حملة بعد فترة مباشرة افشوا هالمقابلة العظيمة شو هالأسئلة الحقيقية وقتها كان في حبس أنفاس. بعد حبس الأنفاس بعدين انطلقت لا الأنفاس. لا بعدين لما ترشحت على الانتخابات بلشوا انه وتلك المقابلة ومدري شو وصرت صرت الشريكة ما بعرف بشو. النائب السابق وليد جبران شو بتسألين؟
اوف شو شو بساله؟ بساله الى اين؟ لا شو شيء؟ لبنان الى اين؟ او هو الى اين؟ لا بهمني رؤيته بعد كل اللي صار معه، بعد كل اللي مرق عليه، وين بشوف هذه الحرب الى اين ستذهب؟ يمكن اكثر واحد بحب اسمع استشرافه هو وليد جملاط. ما بتشوفيه مهموم؟ يعني يوم شفناه بعين التين انه في هيك هم، كان منه مهموم اليوم، يعني بدك تسأله في خشي من الآتي كتير. اكيد منه مهموم اليوم، بدك تشوف شو عم بيتعاطى، شو في براسه، اذا في صراحه ما في غير الهم اليوم وليد. يعني بنقدر هيك ناخذ لحظات نضحك وكل شيء، بس انه اليوم شو في غير الهم؟ بلد عم يتدمر وفايتين على المجهول كلنا. صحيح. عندك هيك نظره كيف تخلص، وين كذا، ما حدا قادر قد ما بيدعي اذا بدك علم ومعرفه، للحقيقه ما حدا قادر يشوف كيف رح تاخذنا الايام. يلا بعد عندي اسمين على السريع، النائب جبران باسيل. ما بعرف شو بدي اساله صراحه، ما عندي فكره. فقدت الغي المقابله. فقدت عده الاسئله. بتعرف شو بساله اليوم؟ صرتي معود تجاوبي. بساله اليوم بهيدي اللحظه، مش يمكن يكون لمصلحته يمشي بجوزيف عون؟ اذا فكر فيها مزبوط. هي اذا بدي اسال يمكن لا، بس اذا بدي اطرح سؤال اليوم من وجهه نظر بقول له انه اليوم هل مصلحتك مسيحيا تكون عنده هيدي الشعبيه؟ سمير جعجع مش منيح يمكن يكون في رجل تاني عنده شعبيه مثلا، بس هو وين بصير يعني؟ اذا في من ميل شعبيه سمير جعجع ومن ميل شعبيه جوزيف عون، هو شو بصير؟ عندي جواب لك وركز معي. تفضلي. اللي بقيوا معه هو اللي ما بيروحوا محل، هون ويودو يتبع، وقسم منهم يعني اجا بطريقة ما عبر توظيفات وخدمات وصفقات وغيرها، اللي انت وياه يعني عندك خلينا لعبة نقول لعبة مصالح. ايه خلص، وين بدك تروح؟ ما بعتقد شعبيته يعني هيدي اذا بدك المينيموم. ايه وصل للمينيموم طبعا، هيدي باين بالانتخابات اذا بدك النيابيه، وبعد الانتخابات بس هلا رجع خسر اربع نواب عندهم حيثيات. وين اربعه مش اكثر؟ بس اربعه؟ لا انه هودي ايه هلا هوديك الحلفاء يعني. اوكي. بس انه من قلب التيار يعني تقريبا من قلب التيار اربعه. ايه بتحكي الياس ابراهيم سيمو الا. ايه اوكي. ايه وهودي كمان من النواب الصلبه يعني. صحيح. كانت للتيار الوطني. طيب. الرعيل الاول. ايه اخر اسم الدكتور سمير جعجع، شو بتقولي له؟ ليك ما بقول له قد ما اليوم كمان بموضوع الرئاسة، لأن هذا الموضوع أنا مشكل لي هوس وهاجس، لأنه في لحظة إذا ما بتقتنصها ما ممكن إنك ترجع. يعني إذا الواحد معول إنه ممكن غبار المعركة ينتهي بطريقة أقدر أنا تكون مكتسباتي أعلى وجيب رئيس أكثر على ذوقي، أو إجا أنا رئيس، أحياناً هيدي الحسابات مثل عم يلعب سولدو أكبر. صحيح. انت اليوم بالحسابات الموجوده بالفتة الموجوده يمكن احسن وقت تزمط برئيس هو هلا. فهون بساله يعني لماذا لا تذهب الى الرئيس التوافقي بعد ما كنا عايشين بفكره انه حزب الله بيتركك 20 سنه بالفراغ ليجيب مرشح. طيب في اليوم قوه ما فتحت بهذا الجدار، ليش ما بتستخدم هذه القوه للذهاب الى رئيس احسن ما نرجع بلحظه ما ربما الى المربع الاول او ما اسوأ من الاول؟ خليني وهون بسال قديه شايف فعلا انه عندنا خسائر سياسيه عم تتراكم بسبب الفراغ، لانه ما عندي احساس انه في حدا واعي لهذا الموضوع، شايفينه انه بسيط. ايه وبلا رئيس؟ شو بلا رئيس؟ ما في تبعات لهالكلمه. ايه وما عليه وشو رح يجي يعمل؟ هيدا كلام كتير خطير. هل هذا يعني خطير خاصة أكثر لمن يقول إنه بده يحمي المسيحيين والوجود المسيحي وكرسي بعبدة ويطلع يخبر إنه هذا الموقع المسيحي الوحيد في الشرق؟ هيدا إذا أنا صادق فيه بده يكون في تبعات بمحلات معينة، بدي أعمل مساومات بالسياسة، مش إنه يا بربح كل شيء يا بخسر كل شيء، وكل مرة بخسروا العالم كل شيء. يعني برأيك اليوم منه مهتم حقيقة بانتخابات رئاسة الجمهورية؟ كل الأجواء بتقول إنه ما بده رئيس الآن، ناطر متغيرات. لا هو بده رئيس هلا ولا حزب الله بده رئيس هلا. نبيه بري صار بده رئيس بس بمحل ما مكبل بالنص علقان. لا علقان بإنه اليوم الإيراني شو بيقول له؟ لا لأنه بيروحوا يعني شو نضحك على بعض. أكيد إن شاء الله. لا إن شاء الله ما حدا بيروح، وإن شاء الله الكل يعني بنحمى خاصة بهيدي المرحلة الصعبة. نحن كلنا
ما في لبنان اليوم إلا تحت الخطر. أكيد. عم نشوف بكل مناطق وين ما كان ما في ولا محل خط أحمر وما في أي شخصية خط أحمر، في كارت بلانش الإسرائيلي ومفتوحة. يقتل مثل ما بده من رضيع بعده خلقان لكهل لختيار وجرف مدن ومناطق. لذلك اليوم بقول لك خلينا نرجع نفكر، يمكن مش أحسن يا جماعة ما نقدم لإسرائيل تبريرات لكي تنتهج سياسة الأرض المحروقة. يعني كتير هيدا شيء منه سهل، أنك عم تجرف مدن بكاملها، أنت عم بتغير مش بس ديموغرافيا وتاريخ، عم بتغير أبعد من ذلك. يمكن اليوم الانسحاب التكتيكي، التراجع التكتيكي اللي مش أنا اخترعته، اخترعه خامنئي، يمكن اليوم هو المصلحة الأفضل للبنان. بس خلينا نفكر لبنانياً ونرجع إلى لبنانيتنا. إن شاء الله أن تكون تتحقق العودة، وكمان نحن مبسوطين فيك بالعودة. شكرا. إلى شاشات التلفزيون. دعوني طلعوني. يمكن نحن غلطنا. لا ما في مشكلة، بالعكس بالعكس. بس على كل حال أكيد بدنا نعوض يعني، وأكيد أنه متعة الحديث معك. شكرا لك. شكرا لك. كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة مع وليد عبود. طبعا اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل، تصبحون على ألف خير.